الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله وفقنا للصيام، ونسأله كما وفقنا للصيام والقيام لما مضى من هذا الشهر الكريم أن يوفقنا للصيام وقيام ما بقي منه، وأن يتقبل منا. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئكم لقرب العشر الأخيرة من رمضان، وأشكر الله على نعمه التي لا تحصى، ثم أشكر القائمين على إدارة التوجيه والإرشاد بالحرم المكي لتنظيم محاضرات في هذا الشهر ترغيباً وترهيباً، ومنها المحاضرة التي أتشرف بإلقائها وهي فضل العشر الأواخر، أتشرف بإلقائها قرب الكعبة المشرفة وأمام الكعبة المشرفة ومن الحرم المبارك الحرم المكي. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم فيها لما يحب ويرضى. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشهر الكريم الذي نتشرف بالعيش في جوانبه، فيه كما أخبر الرسول الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. ثلاث مغفرات: مغفرة للصيام، ومغفرة للقيام، ومغفرة للقيام ليلة واحدة في هذا الشهر وهي ليلة القدر. هنيئاً لمن صام وقام، ويا خسارة من فرط فيها. هذه المغفرة العظيمة التي يتمناها المسلم، مغفرة الله عز وجل، ينبغي أن يتعرض لها وأن يدعو الله دائماً أن يوفقه للقبول. ونحن بعد يومين سنتشرف بدخول العشر الأخيرة من رمضان، وهذه العشر الأخيرة لها خصائص وفيها خيرات وأجور كثيرة، فيها فضائل مشهورة وخصائص ثابتة من القرآن والسنة. هذه العشر نلقي هذه المحاضرة لبيان خصائص هذه العشر، ترغيباً لإخوان المسلمين، وحثاً لهم على الطاعة، وزيادة في الاجتهاد، كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل. هذه العشر الأخيرة من رمضان لها خصائص عظيمة، ودلنا على خصائصها سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، أنه كان يجتهد بالعمل فيها أكثر مما يجتهد في غيرها. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. انظر أخي الكريم، الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يعمل إذا دخل العشر؟ شد مئزره وأحيا ليله كله وأيقظ أهله. وفي المسند عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. في هذين الحديثين دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها، وهذا الاجتهاد شامل لجميع أنواع العبادة، ليس عبادة واحدة فقط، شامل لجميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره، ما لا يشد مئزره يعني يعتزل النساء في العشر الأخيرة، ما يقرب النساء. وهناك تفسير آخر لبعض العلماء أنه يجتهد أكثر وأكثر ويتفرغ للعبادة، يتفرغ للصلاة وللذكر، يغتنم هذه الفرصة، هذه الفرصة أيام قليلة وتنتهي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بطول القيام في الصلاة وكثرة قراءة القرآن والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه. لماذا يتعب نفسه في هذه الليالي؟ لأنها شريفة لشرفها. هذه الليالي أفضل ليالي السنة كلها، أفضل ليالي في السنة كلها هذه الليالي. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد اجتهادا كثيرا، يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي، وطلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله في عبادة ربه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد لذلك والسحور وغيرها. وبهذا يحصل الجمع بينه وبين ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. والجمع بينهما إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغيره من أنواع العبادة، والذي نفته إحياء الليل بالقيام فقط والله أعلم. هذه الأيام العشر فيها فضيلة عظيمة، من فضيلة العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل
فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى، فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة، وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل، لعب البلوت أو لعب من الألعاب أو قضاء الوقت بالكلام الذي لا فائدة فيه، والسهر مع الإخوان والجلوس معهم وضياع الوقت، بل من أعظم ذلك التسوق في هذه الليالي وملء الأسواق بالشباب والنساء، وهذا خطأ، هذا حرمان، نسأل الله العافية، وهذا من لعب الشيطان بالمسلمين الذين إذا جاءت العشر الثمينة الغالية التي كان يحييها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقظ أهله للعمل فيها بطاعة الله، هؤلاء يحرمون أنفسهم بالذهاب إلى الأسواق لشراء الملابس أو غيرها أو التسوق، وهذا لعب من الشيطان بعباد الله، أو أنهم يسهرون للعمل على الأكل والكلام الذي لا ينفع وضياع الوقت بدون فائدة، وهذا خطأ. ولذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتسوق في هذه الليالي يذهب في الصباح يتسوق ويأخذ ما يريد، أما هذه العشر فتكون طاعة لله عز وجل، لا تشغل نفسك بغيرها إلا إذا كان عندك واجبات وظيفة أو ما إلى ذلك، فقم بالوظيفة مع ما تستطيع من هذه الأعمال الطيبة في العبادة. فمن الحرمان لكثير من الناس أن يضيعوا هذه الأوقات الثمينة، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل أو ضياع الوقت بدون فائدة، فإذا جاء وقت القيام ربما ينامون ويفوتون على أنفسهم خيرا كثيرا. هذه الأيام المباركة الذي يضيع الناس الأعمال فيها بدون فائدة لعلهم لا يدركونها بعد عامهم هذا، وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم، فإن الذهاب للأسواق في هذه الأيام من مكر الشيطان وإغوائه وتلاعبه بشباب المسلمين ونساء المسلمين، أو ضياع الأوقات في الاجتماعات التي لا تنفع. ربنا يحذرنا من طاعة الشيطان واتباعه، يقول ربنا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والعاقل لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله مع علمه بعداوته له، فإن ذلك مناف للعقل والإيمان. قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أيهما أفضل يا إخواني؟ سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يدعوك لقضاء أوقاتك في طاعة الله عز وجل، وينصحك بالاستمرار في طاعة الله طول الليل وأنت تطيع الشيطان وتذهب للأسواق
أو تتفرج في التلفاز، اقفل التلفاز في هذه الليالي، لا تنظر إليه، اقفل الإذاعات لا تنظر إليها، وإنما افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيام عشر قليلة جدا، ربما ليالي تكون تسع، فاغتنم الفرصة ونافس إخوانك على الخير، لا تنافس وتشارك في الباطل، نافس إخوانك على الخير وافعل كما يفعل سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، كان يحيي ليله ويوقظ أهله للعبادة ويشد مئزره ويشمر في طاعة الله عز وجل. فهذه العشر العظيمة من خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها كثيرا، والعمل الذي يجتهد فيه كما قلنا من قبل شامل لجميع أنواع العبادة، يطيل الصلاة، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من الذكر والصدقة وغيرها. ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها. الله أكبر، رسول الله سيد المرسلين رئيس الدولة الإسلامية بكاملها يدخل في المسجد ولا يخرج منه، يعتكف. فأنت ما تأتيك الأعمال إلا في هذه العشر، أنت يا أختي المباركة ما يأتيك الذهاب إلى الأسواق إلا في هذه العشر، هذا من تلاعب الشيطان، نسأل الله العافية. فأطيعوا رسول الله ولا تطيعوا أهواءكم وشهواتكم ولا تطيعوا الشيطان فإنه عدو لكم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في هذه العشر، والاعتكاف هو أن الإنسان يدخل المسجد ويبقى فيه للتفرغ لطاعة الله عز وجل، والاعتكاف سنة ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم أعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. هذا الاعتكاف سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والأحاديث في الاعتكاف ثابتة وصحيحة ولله الحمد، فينبغي للإنسان أن يحافظ على الاعتكاف إن استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري أنه كان يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوماً. ولذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافاً أن الاعتكاف مسنون. والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده طلباً لفضله وثوابه
وطلبا لإدراك ليلة القدر. ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة. لحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، يعني لأنصرف إلى بيتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي. والحديث طويل متفق عليه. هذا الاعتكاف أيها الإخوة مسنون، ويحرم على المعتكف هذا الاعتكاف، له آداب وله واجبات. ولذا يحرم على المعتكف الجماع ومقدماته من التقبيل واللمس لشهوة. يحرم على المعتكف الجماع ومقدماته من تقبيل زوجته واللمس لشهوة، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن الخروج من المسجد، هل يجوز للإنسان المعتكف أن يخرج من المسجد؟ الخروج كما ذكر العلماء نوعين: إن كان خروجه من المسجد ببعض بدنه فلا بأس به. كيف يخرج ببعض بدنه؟ هذا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، رواه البخاري. وفي رواية: كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. لكن المهم الخروج بجميع بدنه من المسجد، هل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد أو يبقى طيلة هذه الليالي في المسجد؟ إذا كان الأمر الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، يعني مثل وضوء الواجب والغسل الواجب أو قضاء الحاجة أو الأكل والشرب، هذا يجوز له الخروج. لكن إذا لم يمكن فعله في المسجد، فإن أمكن فعله في المسجد فلا يجوز له الخروج، مثل أن يكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه، أو يكون له من يأتيه بالأكل والشرب فلا يخرج حينئذ لعدم الحاجة إليه. الثاني: الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه، كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك، فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه، مثل أن يكون عنده مريض يحب أن يعوده أو يخشى من موته، فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لذلك فلا بأس به. لكن إذا كان الخروج لأمر ينافي الاعتكاف، كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ومباشرتهم ونحو ذلك، فلا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط، لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه. هذا الاعتكاف مهم يا إخوان، وهو لزوم المسجد والبقاء في المسجد في طاعة الله عز وجل. يبقى في المسجد لئلا تفوته صلاة الجماعة من الجمعة والجماعات. لكن في أيامنا هذا، لأجل هذا الوباء الخطير الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا وعن المسلمين، وهو وباء الكورونا، أنه منع الاعتكاف في المساجد، فالإنسان يخلو مع نفسه ولو في بيته ويجلس وقتا من الزمن، كل يوم ساعة أو ساعتين، يحاسب نفسه ويطيل التهجد ويطيل القيام. وينبغي للمسلم يا إخوان ألا يترك
هذا القيام الذي يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، القيام، الصلاة مع الجماعة، صلاة التراويح مع الجماعة، كثرة قراءة القرآن الكريم، الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا كان فينبغي للمسلم أن يحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأذكار العظيمة، ويأخذ بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام، يوقظ أهله، يأمرهم بالذكر والصلاة ولو كانت المرأة حائضا، فإن حيضها لا يمنع من الذكر، لا يمنع من الذكر، ينبغي لها أن تذكر الله عز وجل كثيرا ولا تعتذر بالحيض، وتكثر من النوم. فاجعلوا هذه الأيام النوم في النهار، لكن بشرط ألا تفوتك صلاة الجماعة في النهار. أما الليل فكله عبادة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص هذه العشر أن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعرف فضل هذه العشر ولا نضيعها، فوقتها ثمين وخيرها ظاهر مبين. ينبغي لنا أن نقتدي بحبيبنا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن أهل الذنوب الكثيرة؟ نسأل الله العافية، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. هذه العشر المباركة فيها ليلة القدر العظيمة التي شرفها الله على غيرها، ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها. ربنا سبحانه وتعالى ذكر فضلها والاهتمام بها في القرآن الكريم، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فليلة القدر ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. إخواني، إذا قرأنا القرآن ينبغي أن نتدبره ونفهمه. انظر إلى هذه الآية، هذه الآيات الكريمة في ليلة القدر، وصفها الله سبحانه بأنها مباركة. لماذا تكون مباركة؟ لكثرة خيرها وبركتها وفضلها. فمن بركتها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها، ووصفها ربنا سبحانه وتعالى بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الملائكة الذين معنا يكتبون ما هو كائن من أمر الله سبحانه في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك. كل هذا يفصل ويعطى للملائكة، ينفذون الأوامر، ينفذون الأوامر، ما كل ما يكون في من أمر الله في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك. فلان يتزوج يوم كذا، فلان يولد له يوم كذا، فلان يموت يوم كذا، وهكذا. هذا يفصل فيها من اللوح المحفوظ، كما أخبر الله من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة.
التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل، ذلك تقدير العزيز العليم. فهذه الليلة المباركة وصفها ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف العظيمة، ثم قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. القدر بمعنى الشرف والتعظيم، أو بمعنى التقدير والقضاء، لأن ليلة القدر شريفة عظيمة يقدر الله فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة. ولذا قال عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر. ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة عباد من عباد الله قائمون بعبادته ليلا ونهارا، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة. والروح هو جبريل عليه السلام، خصه الله بالذكر لشرفه وفضله. سلام هي، يعني أن ليلة القدر ليلة سلام، سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من النار ويسلم من عذابها حتى مطلع الفجر. يعني ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل به. وفي هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر. الفضيلة الأولى أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ما هي فضائل ليلة القدر؟ احفظوها، افهموها، لتتعبوا أنفسكم في هذه الليالي العشر طلبا لهذه الليلة. الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. الفضيلة الثانية ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله: وما أدراك ما ليلة القدر. الفضيلة الثالثة أنها خير من ألف شهر، أكثر من 83 سنة. من هو الذي وصل 83 سنة الآن يحصل هذا الخير في ليلة واحدة؟ الله أكبر. ينبغي يا إخوان ألا نحرم أنفسنا من قيام هذه الليالي والعبادة فيها والذكر لنحصل على ليلة هي خير من ألف شهر. الفضيلة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. الفضيلة الخامسة أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. الفضيلة السادسة أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. فاهتموا بهذه الليلة واتعبوا أنفسكم إخواني العشر كلها، لأن من فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا للأجر وطلب الثواب. وهذا يا إخوان حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر. فأنت اعمل، المهم العمل، لا تهتم بالنظر في السماء هل هي ليلة القدر أو ليس ليلة القدر، وإنما هذا الأجر وهذا الثواب حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر. واعلم أخي أن ليلة القدر في رمضان. ما هو الدليل على أن ليلة القدر في رمضان؟ لأن الله أنزل القرآن فيها، وقد أخبر أن إنزاله في شهر رمضان، قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فبهذا تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، وهي موجودة في الأمم وفي هذه الأمة إلى يوم القيامة، لما روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر، أهي في رمضان أم في غيره؟ قال بل هي في رمضان. قال تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال بل هي إلى يوم القيامة. هذا الحديث أيضا رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ونقل عن الذهبي أنه أقره. لكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن فضلها وأجرها يختص والله أعلم بهذه الأمة، كما اختصت هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل. لكن ليلة القدر متى تكون؟ ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، يعني الوتر ليلة 21 23 25 هذا الوتر. وهي في السبع الأواخر أقرب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. ولمسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة 27، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال والله لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، رواه مسلم. لكن القول الراجح أنها لا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تتنقل فتكون في عام ليلة 27 مثلا، وفي عام آخر ليلة 25، كل ذلك تبع لمشيئة الله وحكمته. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، رواه البخاري. قال في فتح الباري أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تتنقل.
لكن لماذا أخفى الله سبحانه علمها على العباد؟ لماذا أخفى الله علمها رحمة بهم ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة، كما تقدم وبين لنا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بطول الصلاة وكثرة القرآن والذكر والدعاء، فيزداد قربا من قربة من الله وثوابا. وأخفاها اختبارا لهم أيضا ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن كان كسلان متهاونا، فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر به. لكن ليلة القدر هل لها علامات أو ليس لها علامات؟ ربما يظهر الله علمها لبعض العباد بأمارات وعلامات يراها، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامتها أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فنزل المطر في تلك الليلة فسجد عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح في ماء وطين. ليلة القدر ليلة عظيمة ينبغي إحياءها لكل المسلمين، ولا يلعب الشيطان عليكم أيها الشباب، فاجتهدوا في طلب ليلة القدر لأنه يقرب فيها الأحباب، ويسمع الخطاب، ويجاب الدعاء، ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر. ليلة القدر خير من ألف شهر، فهذا أوان الطلب، واحذروا من الغفلة ففي الغفلة العطب. فانتبهوا عباد الله، ولا يلعب عليكم الشيطان، ولا يغرنكم بالله الغرور. انتبهوا، أكثروا من الأعمال الصالحة، واقتدوا بسيد المرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا يكون الذهاب للأسواق أو العزائم والدعوات والاجتماعات مثبط لكم عن هذه الليلة، لا يشغلكم عنها شاغل، حتى الاجتماعات التي تجتمعون فيها قللوها جدا، وقللوا أيضا الجلوس فيها. لماذا أيها الإخوة؟ هذه ليلة القدر ليلة عظيمة، ولو قيل لكم أنها كانت في ليلة 21 لا تتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا بقية العشر. ولو قيل لكم أنها جاءت في 23 أيضا لا تتركوا القيامة والتهجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنها ليلة 23 كما ورد في الحديث الصحيح، ولكنه لم يترك الاعتكاف ولم يترك التهجد ولم يترك القيام حتى العيد. فليلة القدر ليلة عظيمة، انتبهوا يا إخوان، نحن كلنا نريد الجنة، نريد الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فهل ورد ذكر الجنة في القرآن؟ هل ذكرت أوصاف الجنة في القرآن؟ هل ذكرت أوصاف أهل الجنة في القرآن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نقرأ القرآن، نتدبره، نفهمه، نعمل بما فيه. انظروا إلى وصف الجنة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يمكن أن يخطر على قلب بشر. مثل الجنة التي وعد المتقون
تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها. وربنا يقول: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اقرأ الآيات في القرآن الكريم، كم آية ذكرت أوصاف الجنة فيها؟ أوصاف الجنة مهمة، لا ربنا يرغبنا في الجنة، هذا من رحمته سبحانه وتعالى، ويبين لنا في آيات كثيرة صفات الجنة لنتسابق ونتنافس في الوصول إليها بإذن الله عز وجل. الصحابة رضوان الله عليهم يوم من الأيام كانوا يقولون: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. يكفيك يا أخي أن الله وصف لأهل الجنة خدمهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فكيف بسادتهم؟ الجنة يا إخوان متر واحد فيها يساوي الدنيا كلها من أولها إلى آخرها. فاقرأوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، واقرأوا الآيات في الآيات الكريمة في وصف الجنة، ترون شيئا عجيبا، ترون شيئا عجيبا من أوصاف الجنة. وهذا يشجعكم إخواني على العمل لها، فانتبهوا فانتبهوا، إذا قرأتم أوصاف الجنة اقرأوا أوصاف أهل الجنة، أو أوصاف الجنة إذا قرأتها في القرآن وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف الجنة ونعيمها وما فيها من السرور والفرح والحبور. والله إنها لجديرة بأن يعمل لها العاملون، ويتنافس فيها المتنافسون، ويفني الإنسان عمره في طلبها. فينبغي إذا سألتم، إن سألتم عن العمل لها والطريق الموصل إليها فقد بينه الله. تقول: ما هو العمل الذي يوصلني إلى الجنة وإلى مرضات الله؟ ربنا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مغفرة من ربكم وجنة أعدت للمتقين. من هم؟ من هم أهل الجنة؟ أوصاف أهل الجنة الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عدة أوصاف من أوصاف الجنة المتقين. أنا أريد أن أكون من المتقين. من هم المتقون؟ الذين اتقوا ربهم باتخاذ الوقاية من عذابه، بفعل ما أمرهم به طاعة له ورجاء لثوابه، وترك ما نهاهم عنه طاعة له وخوفا من عقابه. هؤلاء الوصف الأول من أوصاف أهل الجنة المتقين. الوصف الثاني: الذين ينفقون في السراء والضراء، فهم ينفقون ما أمروا بإنفاقه على الوجه المطلوب منهم من الزكاة والصدقات والنفقات على من له حق عليهم، والنفقات في الجهاد وغيره من سبل الخير، ينفقون ذلك في السراء والضراء.
لا تحملهم السراء والرخاء على حب المال والشح فيه طمعا في زيادته، ولا تحملهم الشدة والضراء على إمساك المال خوفا من الحاجة إليه. الوصف الثالث من أوصاف أهل الجنة: الكاظمين الغيظ، الحابسون لغضبهم إذا غضبوا، فلا يعتدون ولا يحقدون على غيرهم بسببه. الوصف الرابع: العافين عن الناس، يعفون عمن ظلمهم واعتدى عليهم، فلا ينتقمون لأنفسهم مع قدرتهم على ذلك. وفي قوله تعالى: والله يحب المحسنين، إشارة إلى أن العفو لا يمدح إلا إذا كان من الإحسان، وذلك بأن يقع موقعه ويكون إصلاحا. فأما العفو الذي تزداد به جريمة المعتدي فليس بمحمود ولا مأجور عليه. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الوصف الخامس: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الفاحشة ما يستفحش من الذنوب، وهي الكبائر كقتل النفس المحرمة بغير حق، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، والزنا والسرقة ونحوها من الكبائر. وأما ظلم النفس وهو أعم فيشمل الصغائر والكبائر، فهم إذا فعلوا شيئا من ذلك ذكروا عظمة من عصوه فخافوا منه، وذكروا مغفرته ورحمته فسعوا في أسباب ذلك فاستغفروا لذنوبهم بطلب سترها والتجاوز عن العقوبة لها. وفي قوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، إشارة إلى أنهم لا يطلبون المغفرة من غير الله لأنه لا يغفر الذنوب سواه. الوصف السادس: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي لم يستمروا على فعل الذنب وهم يعلمون أنه ذنب، ويعلمون عظمة من عصوه، ويعلمون قرب مغفرته، بل يبادرون إلى الإقلاع عنه والتوبة منه. فالإصرار على الذنوب مع هذا العلم يجعل الصغائر كبائر، ويتدرج بالفاعل إلى أمور خطيرة صعبة. وأيضا من الآيات التي ذكرت أوصاف أهل الجنة قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لصيام رمضان وقيامه، وأن يوفقنا للعمل الصالح في هذه العشر المباركة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوقظ أهله ويحيي ليله ويشد مئزره. أسأل الله أن ييسر لنا ولكم سلوكها ويثبتنا عليها، إنه جواد كريم. وإن شاء الله سأتكلم عن وصف الجنة ووصف النار وأوصاف أهل الجنة وأوصاف أهل النار والتوبة بعد ذلك، فتابعونا في دروسنا في مجالس شهر رمضان المستمرة بإذن الله إلى نهاية هذا الشهر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله أن يوفقنا للأعمال الصالحة، وأن يرفع هذا الوباء وهذا البلاء عنا وعن المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.